هو انا عايز اعرف عندي فضول بس، لو انت بتحضر ومش مركز بتحضر ليه؟ ضمير بس؟ هو الصوت، ما هو لو ضمير لا الضمير انت سامع فعلا، انت فعلا انا مش سامع حد. طب معلش انا عايز حد بس يجاوبني، انت بتحضر ليه؟ لو انت مش مركز عن طريق الدين يونس تتعاملهم مع الناس بعض. طب لو انت عندك